لاتان لێ بخوێنکارانی خۆشەویستی وادارم زۆر باش و ساغ و تەندروست بن. من زوینزانە ئەمڕۆ باسی دەروازەیەکیم بۆ سمانتیک سمانتیک واتاواتاسازی لە زمانی ئینگلیزیە. ئەمڕۆ بە کورتی و پوختی پێتاڵم چی گرنگە بۆ ئیمتحان و ئەوە ناچینە تەفاسی لەوانێ پێتاڵم ئەوە بزانن گرنگە و ئەوە مەزانن گرنگ نییە. بەڵام ئەیرۆک و عەلیمەکە و کوتێگەیشتنەکە پێویستی کرد بەڕای من هەر ئەوەنەش پێویستەکە، یعنی لە هەر ئەوەنە پێویستە، لەوە زیاتر نا، لەوە زیاتر زۆر زۆر ئەسیێن دیتێ لەوانەیە کە ئەوە تەخەسوسی هەنە خەڵک نییە یا پێویست ناکات. ئەگەر کەسێک مەبەستی بە خۆی توانێت زیاتر لەسەری بکۆڵێتەوانێ من ئەمەنەی لەسەر ئەڵەم ئەمڕۆ شایانی باسم سلایدانەی ئەمڕۆ لەسەری وانەکان شەرحەکەین لەلایەن دکتۆر سارا عوسمان ئامادەکراوە مامۆستای زانکۆ لە زانکۆی سلێمانی بەشی ئینگلیزی کۆلێژی زمان. سرتا باسي the meaning of meaning أكاد باسي the meaning of meaning أكا واتاي واتا يعني وشي meaning خوي چن meaning يكي جيوازي هي بويا أمانو كو دروازيك يعني شون بليو كو أو إك introduction إك ده سبيش خريك بشكي أو لسر سماتيكا يعني كخوي meaning خوي وشي meaning چن meaning يكي جيوازي هي بپیر است کان اگوره لیره ایوت او کسی که ام سلایدان روز که دوتور سره ایو پیل ام بله که لأ یعنی هموش تیه کواتا جیازی هی بپی کونتکست جیاز اکی خوی کواتا هموشیک بپی شوینکی لرسته واتا جیاز اگینه تنانند وشی مینینگ خوشی کواتا پی ما بلیره بوتان درکو سمانتیک چیه. What is semantics? Semantics is a study of the linguistic meanings. سمانتيك بريتيه لا خويندني ستادي كردني linguistic meaning واتا linguistia كان زمانوانيا كان واتا سازي and is arguably the area of linguistic which is closest to the philosophy of language. اللي عين زياترين روبري زمانا كا زيكترينا لفلسفة زمان. Linguists deal with the meaning differently from philosophers, as linguists deal with the meaning, with meaning in language, while philosophers deal with the nature of meaning itself. Ale chomble peywandiyek heya labeyni rakotuna ke lenewan lawata kana bashiweki jiawaz lenewan faylasufa kana. Chomble woku zmanawanek تو يشكل لقل مواتاكا لزمانكا ياتشيا لو كاتك فيلسوفا كان يشكي اوان لقل سروشي اواتايا خويتي كاما دوشتي جيوازن ليتري دو اوا اما هينك من هي زمانوانك من هي لينغويستيكك من هي يعني زمانوان واتا زاني زمان يعني عالم اللغة نايجو سعيدة define semantic as a mapping of semantic language on side of crowd the study of meaning communicated through language the study wata lena uzmana people's linguistics ability are based on knowledge that they have it is this kinds of knowledge that we are trying to investigate ale chombly to an zamano kan qabiliyat ability zamano kan khalak la sar asasi aw knowledge aw zanstek hana fashion so people have different types of knowledge boy khalki knowledge jori jawazi ya zanst the knowledge knowledge of what sounds a language has and how the sounds are combined to form words زانستي أوي كأم صوتا شون بكاريت مورب تأكريتو بوشيك واني لزمانا أما أتشتستيكتي فونولوجي أروها نولوجي كشون أم ورد دروستا با كأتشتا وأروها راك أخري لسر هيكاليك لرستيكا كبتون بي أو تري سينتاكس لسر مستوى سينتاكس أروها نولوجي لسر واتاكا كشون أم ورد شون ربتي بمواتا وهيك بي أو تري سيماتيكس This type of knowledge constitute levels of linguistic knowledge. أنا أم جورا knowledge أنا بكاتون لليفل كاني زمانة زانستي زمانة يعني linguistic knowledge.
كواتي لينغويستيك خوي لسمانتيك سينتاكس فونولوجي مورفولوجي بيكاتوا كمورفولوجي لرا اماجي بينا دراوا كبريتيا لا ريليشني لسر مستوى مورفولوجي واتا بي ترين شومبلي لسر مستوى وشخوي وورد بويا كاتا كمسألة كي تسر معنا إنجا أو مستوى نولوجي خلق لروي معنا وبنو شيكا بيستم ألم أو معنا كي لو نزيكي معنا كي أواق بريار ما أما بيوتر سمانتيك what does semantics deal with? Knowledge of semantics includes not only the study of meaning of words but also the study of the meaning of sentence. ألا نولوجي زانستي سمانتيك تنها ستدي وشا لخوي ناقري يعني واتاي وشا بلكو واتاي رستش بونمونا داي and passaway are synonyms words. Eye of human beings and eye of a needle are polysemous words. ألم مرتنو بس كوتشي دواي سينونيمي ها واتا يكترن واتا كان الكتريون زيكا لو كاتيكا تشاوي مروف لغو تشاوي نيدل بوليسيميا يعني وشي اي لهردو كان هرنا غورا هردو كان تشاوي ونو مونا يستعلن تشاوي ونو تشاوي مروف لغو تشاوي طباخيكا ام دوشتا فرق يعني بام ام هروشي تشاوي كارينين بويا او بي او ستر بوليستيمي دوش تيشكا يعني اكريبها ماشي لو اتاكن انزور نزيك الالكتريونا سينونيمي يكترنو كوبا دايو باساوي دايفيرس الايف ار انتونيميس اوبوزيت ووردز مردنو جيان انتونيميس دجيك يكترن تشومبلي امام ام نمونانا اللي بينا ورون كرناوي سيماتيكا And many other relations, it also tells the relationship between each pair of sentences. على هروها تنانك يعني مستوى وشا كان بلكو جوازي بين رستا كانش مان بي على بونمونا ل تكنيكي كيوكو entailment. Entailment أماش تيك دواتر بديتي ل subject تيك تراسنا ناوي بهم ليرا يعني أماجي بي أو كنمونا إلسر سمانتك مونالا جون ميردريسيز بانك مانجر جون بريوبري بانكا كي كوشت كواتا اما او اجينا جونز بانك مانجر از دايد اما كواتا من بوم در كوكا بريوبري بانكا كي جون مردوا كواتا اما انتلمنت اما بيوندية كلا بيني ام درستها What does semantics deal with or if a sentence is ambiguous يعني خوي semantics تالي semantics لبينا او رستانيك ambiguous يعني غامزن تو نزانی معنی کتیا بلام کرتو لسماتیکا شارزابی معنی که با اسانی وری اگری اما رگه که باش شبو کمونیکیشن من کسی قسم لگل عکا من اگر لس اسی سماتیکا باش بم باش تلی دیگم ما بسته که چی و پیامه که چی ایو بله چی گلی اگر رسته بسکولی هر یک رسته بله که لسته و شبکات بیچوار من اتوانم همو اشتگانی لتبم نجا سيمانتيك اند سيميوتكس سيمانتيك و سيميوتكس دو ترمي جاوازن استجاواز يكا من بودركه سيميوتكس is the study of meaning making زان study كردني خواندني دروس كردني مواتايا اما سيميوتكس سيميوتكس دروس كردني معناها the study of sign process and meaningful communication هروها خواندني ساينة كان إشارة كان بروسيسي إشارة كان ساينة كان and meaningful communication قفتو بويكي طوما ندار it includes the study of signs and sign process indication designation likeness analogy metaphor symbolism signification and communication Her semiotics is closer related to the field linguistic, which for its part studies the structure and meaning of language more specifically. Different from linguistics, semiotics also studies non-linguistic signs system. It is divided into semantics, syntactics, and pragmatics.
چۆن بڵێی کەواتە جیاوازی سیمانتیک و سیمیۆتیک مان بۆ دەرکەوت. سیمیۆتیک دایکی سیمانتیک و دوو جۆری تریشە لە زانست، چونکە سیمیۆتیک ستادی ساینە نەک مینینگ. ئەسڵەن ستادی ئەوەیە کە چۆن ئەسڵەن مینینگ دروستە بێ، بەڵام لەو کاتێک کە سیمانتیک تەنها ستادی مینینگە. پێم وابێ پەیامەکەم کە هیچ هەروەها دوو زانستی ترمان هەیە، سینتاکتیکس و لەگەڵ براگماتیکس. ئەمانە لەوانەکانی داهاتووە زیاتر باسیانەکەی. The process of creating and interpreting symbols, sometimes called signification. The process تفسير دروس كردن و تفسير كردني هما كان هنكات بيوتري signification. أم process بيوتري signification is far wider than language. أما زور يعني قلتر و مفراوانتر لا زمان. Ferdinand de Saussure, 1974, has stressed that the study of linguistic meaning is a part of this general study of the use of sign system, which is called semiotics. Ferdinand de Saussure, ama zanahi faransi zmana, linguistika, kalasar ezar masuhafta uchwara, ستريسي كردو تسر يعني تشكي خصوص سر ستادي لينغويستيكي ماني لين زمانواني كبش يكلا ستاديكي جنرال قشتي لا بكارهناني ساينا اماجكا اشارتا كان سيستمي ساين كا بي او تري كناوينا سيميوتكس كواتا سيميوتكس بريتي لستادي ذا ساين سيستم. Semioticians investigate the type of relationship that may hold between a sign and the object it represents, or in the Saussurean's terminology, between a signifier and its signified. Kawata, semiotics, chombly, sharhi aw jori peywandi aka ka akriya khali bagriya peywandi gila newan signako. يعني هي معكيك بوي دان راو و أوبجكتيك بو هي معي ريبريزنت كراو و نمونا بو تشي با لابتوب لين لابتوب بو يعني أمي موضوعك بو تشي وشي لابتوب كاتك وشي لابتوب ولا مسا متع لابتوب كاتو تمشي كاتو شكلا كيو أو شتانا بلان بو عينا ما بستكلا ويه كواتا أمي ستادي سيميوتيكسا إنك سيمانتيك سماتيك تنها معناه يعني معناه كتاو دوزراوتو ستادي سايني نبلا من الترمولوجي دي سوسوريان between بيوانتيك لنوان سينيفاير لغل سينيفايد او شتيك سينيفاير يبو كراو او شتيك سينيفايد كراو اس سي بيرس has made a distinction between icon, index, and symbol. ام زانه من هنا كبيوتر سي اس بيرس جاوازي كي دروس كر لبنا و ساين لنوا ساينا كانا كفردي بس جورو icon و index و symbol. An icon is where there is a similarity between a sign and what it represent. For example, between a portrait and its real life's subject or a diagram of an engine and the real engine. ما بس شي ال iconic ام iconic relationship اتشيا استبون منتو اس رسمي خود بقرا او رسم ما بيون داكي لقلتو يا iconic اتشكو او راك تو ابي راك شتاكو كو خوي بيكا بي او تري تو بي او كبير سكالا بريكي بو امتحان بريتيا is where there is a similarity between a sign and what it is represents. هل امنا بزاني بسا an icon is where there is a similarity between a sign and what it is represent. جوري تو مير لشرب ريتي لا index. Index is where the sign is closely associated with its signified, often in causal relationship. The smoke is an index of fire.
هلا اندكس او ريليشنش معناه كوزلن تن هاو شي كوزل لريا تشون بلاك يور ديكا بو خوي بو اندكس اتاكو بيرنا تشتوانا او شتاني كوزلن بو يكتري ابنا هو كاري يكتر بو نمونا سموكينج بو نمونا اجر كردنوا تشون بلاي اندكس بو اجر دوكال اندكس بو اجر كدوكال هبو كواتا أجريك بوتو كاري أم نقول كواتا أجريك يجي أما في وينديكي إندكسا دو أو جوري سيم سيمبول ماني هما is where there is only a conventional link between the sign and what signified conventional link أما هي وردة كاليرا ألا أو كاتي كتنها في وينديكي conventional هي لينكي كي كم هي يعني في عندك بقوة نيازور وكو إندكس إسلا إندكس على when the sign is closely associated يعني كاتك الساينك أو شتيك الساينة بزور يعني زور نزيك زور مربوط يعني هي بكتيريا وانا كواتا relationshipك سوكا ب يعني قالها مو تايبك بونمون لا أيكون relationshipك زور بقوة بونتو أمشترك خوي بونمون منو وينكم رج أيكون يكترين فواتر ريليشنشيب كما من زور بقوته وزور مزيكو بس ترى بيكو لإندكس هاتو زي دورة كرينا وانا بيوان ديكا بيبا كوزل هو كاريبا لسيمبولا تاو دورة كرينا وانا كتنها conventional link يك أبد لبيني وشتيك ساين وساين فايدي بكرة as in the way that mourning is symbolized by wearing of black clothes in some cultures and white clothes in another. What about words? ألي بون منا لهنا كلتورا رنجي سبي رمزة بوشتي تاك لهنا كلتوري ترا رنجي سبي رمزة بوشتي خراب ببي كلتورا كأغوري أما أم سيمبولا كومونغا أمواتا بمشتو سيمبولي أكا يعني أتوان سيمبولي كنشتاك Words are example of verbal symbols. Language represent man's most sophisticated use of sign. Some important assimilation, sense and difference. To ajaribe bzani ka to study semantic akay sense to reference chia. Meaning of a word can be approached from two different assimilation, sense and difference. So sur. Use the diagram in the below figure to show these patterns. Each oval is a word having its own capacity for reference, but it is also linked to other words in the same language, like a cell in a network. This is the Saussure views of meaning. The relationship between the items source, which refers to specific entities in the real world, is reference. Reference searchaway kashtek bo ibgaretu ane bo nmonetu shek bakareni bo amajan bashtiki waqai lijiana ama fiyutri reference. The semantic link between elements within the vocabulary system is an aspect of their sense. ألي بيواندي سمانتكي لنوان ألمنتا كان لناو فوكابولاريا كان لسيستم فوكابولاريا كان أسبكتكي سنسا Meaning is the relationship between one form and another within a linguistic system or between one form and object in the external world. Accordingly, meaning is approached from two different standpoints. Reference is oriented towards the external world outside of language. Sense is oriented towards the internal world inside of language with the form existing in the mind. Reference أشتكى بويغاريتو العالمي واقعي ما بس يأوي oriented يعني أراستك راوة بو external world بو جهاني دروانة لا دروي زمان أمشتاتشيا بلام سنس أراست أكري بو جهاني ناو يعني كلمشكي كسيكا أمشتا يعني شي أو سنس يعني هس to explain this
point more clearly the meaning of a lexical item such as tree must be considered in two ways. هذا بو نمونا بو رونكردوني زيادة لسر أما item ميكي وكو tree شي tree يعني دار أكري اعتباري بو كري بدوشيو يكم دانا أزوان element in a language system whose meaning is dependent on relationship with the other words in the system. هذا وكو element زمان بكاربت system زمان كواتاكي بس راو توعاني ببيواندي لقلو شكاني ترى لا سيستمكا ياخد أكريات بوشي ويدا بنري its meaning is linked to a certain class of recognizable objects in the external world. أكريا واتاكا شي بشي وي تفسير كريت بوي كا بس راو توعاني ب تومبلي كلاسيكي معين كا recognizable بي يعني بتواني ليكي بي توانيا كا object بي يعني شتيك بك بتواني بي بيني ودسي لي برجستة بي لا جيهاني درو كواتا أتواني بلي لمشك ما وعيتري وبام جيهاني در شو آوي the relationship between concept and word is called sense. تو كونسبت كونسبت يعني شي خوي اصلا كونسبت يعني تو شنيتي تيجشني تو بو امشتا استا او هرمي كاكرا الرسمه كازور شاكل وردو اوبجكت سنس ربطي بورد او بام ريفرنس ربطي بو اوبجكت او هي او ريفرنس واقعيه سنس خياليه بواتايه برجستانيه كونسبت ان وورد از كولد سنس بلام كونسبت او كونسبت لاغال اوبجكتا بيانو تري ريفرنس بلام وورد و اوبجكت بي كواني ابيت بمينينك ابيت وشاكا و اوبجكتا كربت يعني هبه بي كواني كواتا كونسبت يعني هبه بي كواني كونسبت دروس كان بي و تري مينينك واتا واتاي كبه يعني اما واتاي لرقي وردكو خويا و ابي اوبجكتا كبوني هبه بنمونا ابي لابتوب كبه انجان بيوز كاناوي كيليا بنمك لابتوبا كأوان وشي لابتوب كأخوي أوبجكت أو ناوكي وورد types of reference جورا كاني reference كوت من برجستية بريتي الأوبجكت أخوي nominal are taking an example to show reference types referring and non-referring expression a referring expression is an expression that is it is being used to identify an entity nouns potentially are referring expressions. For instance, cat, room, dog, child. نمونه بو nominal. بريتي لكات روم دوغ بشيلا جور منال أبشتانا أبشتانا كنت كالرجياني واقعيان بلام جوري تلمان هي أو هن أم جوري كيستو تمان referring expression بو بام أم جوري non-referring expression are linguistic expression which can never be used to refer, for example. يعني بس لو اشتانيك يعني لواقع عبون يعني بنونا very object تقنية لواقع very تشومبلي adverbك وام بو تشومبلي زيادة الوصف كردني كردار. This word do of course contribute meaning to the sentence they occur in and thus help sentence denote. But they do not themselves identify entity in the word. Ale am mushana very old, but amane chombley mane khoyan again la rasta bolan khoyan la khoyana mane yani khoyan kinune yani bune yani la jihana very bune yani la jihana amane non referring items. Constant verb verse verbal variable constant versus variable constants and variable reference amana du jori reference constant reference ma bas ila chi constant reference chombley haman reference yan he chombley la har qsiya ka amushana bakar ben
تشومبلي معناه كان ناغور بيسيا ما كنتكس نيبوي معناه غير خوان لخوانا معناه ك بون منوشيكي كل لندن إيفيل تاور ذا باسيفيك أوشن أما أنا شويني واضح يعني كانت كمبلم لندن طولي لكوي أما لندن يعني أما بيريس ناكا يعني كونتكست هيك بدرس كما تاكو ليم تبي ما بس تنشي بول لندن بلان مشي ترهن لكونتكست أنا بن كزلي أنتنا يعني ناتوان ما نادر بما بي كونتكست كأمانة بيانو تريب فاريبل بون منا ببزاني كيخسي بوكي كردوان والله I wrote to you I wrote to you I و you ببي أو نابد my office بتنيا نابد شي بتنيا نابد كنت إيت بتنيا نابد ما أنا بيجيسيان بكونتكست so specific ocean and Pacific Ocean for example has only one reference and it is doesn't need context for its interpretation while expression like I you and my office need a context for their understanding amana bunu şey yok i you my office she amana pivistian ba context ya ka boyle antevgi bana amana ki o şey kullandın pivis ba hiç tek ne ka boyle tepi ma besti bu khari reference ya bu difference and extensions and denotation reference ta kan legal extension ta kan extension يعني وكوش تيزيا يعني أو شتاني كان extension يعني كبدوهاتا كان أو شتاني كان لغو reference referent of an expression is the thing picked out by uttering the expression in a particular context the referent of the capital of Nigeria would be since 1991 the city of Abuja Similarly, the reference of a toad would be the unfortunate animal on the bottom of my show. Chomble Eble, referent of an expression is the thing picked out by uttering the expression in a particular context. يعني الله أشتيك أو معناك دري إهني لا قصيك تدبرينا كاني كونتكستيك ديالك لا. The extension of an expression is a set of things which could possibly be the reference of that expression. So the extension of the term toad is a set of all toads. خوي وشي toad بواتي بوقيت toads بواتي بوقا كانيت نازم بوشي نموني هنا وتوانيت أكران موني باشتر هبوها بلام قلت من منا extension كاني ترمي تود تودا كان يعني تو كاتك علي بوق لواتي بوقي زور بن ويا أو extension بدوهاتي بوق يعني أم بوق أخوي بوقي تدرس بك وش يوي اللانس ترم الأول شيء اللانس كبا إلي كابيتال مصر أو ناوي زاناك وصالي زار مصوحة بتاعه وتوتيتي The relationship between an expression and its extension is called denotation. Alep am piawu am zana bu zana linguistika hat muti peywandi newan expression darbrina ka nagal extension ka ani pi o che denotation. Ama pi nasi denotation na gringal imtihanato. Tebiniyek تبينيك بوخوتان كيعني بردام بيزانم نا وكان لقل جرينايا كان كان وتري نومينال نومينال كوشي نومينال يعني نا وكان كان وتري نامن نا وكانو جريكان هر بيانا وتري نومينال denotation and connotation استيما زاني ما denotation شيا كاوتمان بيراسمان كروتمان relationship ينوان يوان expression اكاو تشومبلي هناكي دي extension اكاو expression اكاو extension اكاني كبدوهات خوي دربرينا كتشيا و extension اكاني تشين كبدوهات اكاني كامر لاش شبه بيوتر denotation بس اللي دو ترمي تازتر و غرنتر من مزاني كبيوتر denotation و connotation denotation and connotation are two principal methods
of describing the meaning of words. للديناتيشن وكونوتيشن دو أساسي ميتودي أساسين ل موصف كردني ياخد بين ناس كردني ناس عندني ما واتاي وشا بس بزين شون. Denotation or denotative meaning involves the relationship between a linguistic unit and the non-linguistic entity to which it refers. The denotation of dog or example is a canine quadruped. على denotation like a dog كوتمان denotation بيواندي بين نوان expression و extension كانتي extension كاني dog صك تقرز مع بو جانبتان فرجين بي صك بريتي لكاني quadruped يعني صقه تشاربيه كان يعني صقه تشاربيه بقى يعني دوك ستيشن اكيد صقه كان جمع كده انا بلان كونوتيشن از اوبوزيت تو دينوتيشن كونوتيشن بطاقتي بتشواني دينوتيشن اسمين ابلكيشن از وذ ريفرنس تو ذا ايموشنال اسوشيتد بيرسونال اور كوماند ويتش ار سجست باي اور ار بارت اوف ذا مينينج اوف ا لينجويستيك يونيت Connotation refers to the wide array of positive and negative associations that most words naturally carry with them. من أقرب الشويكي السادة ترجع كتان بودرخم جوازين عن denotation و connotation meaning. Denotation شون بليواتي هي سابتا كونستانتا. ناگوره بون مونه تو کته که بون مونه بون مونه کشه که کو دیسمبر دیسمبر از این همان مانگی دوانزه که تا مانگی سالا که تا مانگی سالا امش تیه ثابت قد دیسمبر نبه بی که مانگی سال چهار مانگی سال هر که تا مانگی سالا که واته اما شته که اکستنشن که با ربطی هی با دیسمبر وانه که ناگوره اما دینوتیشن مینینگ که دی بلان بون من ديسمبر كونوتيشن مينينج كي كغرينجي بكونسبت كي ايه من كاتك علم ديسمبر اگر تو بكونوتيشن مينينج جامن لي توري بكري فمن علي ديسمبر يعني بفر شكو عادة اللي بلان شرط يعني مصاري هي بفر بارك واتا مشتيا كي اقوري مستمري اقوري ساردا باران اباري و كريسماس كواتا ربتيا كي بشتي معنوي وزيادر نشتي ثابت بلكوشتي قوران كاتو كونتيشن مينينج The connotation of December involves bad weather, dark event, or parties, Christmas, etc. The connotative meaning of snake would be evil or danger. Connotation are subject to change over time. Connotation commonly subject كأجورا مبيكا and they are to a large extent culture specific. دواتر أمان كويشن يكا توان جاي بناواني تنازان مغير باش تغيشت بيت الموضوع كاتا إستا غير بسيارك تانا بتكاي لكومنت أبو منوسم أتوانن كونوتيشن يزور باش بتوزنواني لزماني خمانا وكالتورة كخمانا اتوان لكومنت بينوس لما كو جيمك و بن من كونوتيشن و دونوتيشن نوروس جيلا كعمش تي كولتوري كودا اتوان لكومنت او بنوس من هي ودار مزور سوداميني بلم لما حاضري امره بهي وكاد يخرج بهم متان بخواتنا سبيرم